A block is released from rest at point P and slides along a frictionless track as shown. When it reaches the point Q, its speed is, يعني نطبق conservation of energy بين P و Q. هقول kinetic energy 1 والpotential energy 1 والwork من 1 لـ2 بيساوي kinetic energy 2 والpotential energy 2. عند 1 كان سرعته بصفر، عند 1 كان عنده 3 mgh، هو mg والارتفاع 3h، مفيش لا فورس ولا فريكشن. هنا هيكون نص mvq تربيع، وهنا mgh واحدة بس. إذن دي تيجي من هنا، يبقى 2 mgh هتساوي نص mvq تربيع. تيجي الاتنين هنا تبقى 4 gh بتساوي vq تربيع، والام كنسلت مع الام. إذن الvq هتساوي، ناخد الجذر التربيع، تفضل 2 برة من 4، ويبقى جذر جي اتش. دي الإجابة والاختيار الثاني.